احب اتكلم اليوم عن الاختناق الليلي والغطيط او الشخير باللغه العاميه. هذا الامر بيعاني منه ناس كتير وما فيش سن محدد او نقول رجال او نساء. ممكن يحصل في جميع الاعمار وفي حتى في الاطفال. بنلاحظ ان بتبقى معاناه مش بس فقط للشخص بل يمكن للاسره جميعا. ويعني احنا فالحمد لله عندنا طرق كثيره لعلاج والحد من مشاكل الشخير والغطيط والاختناق الليلي. اولا مهما ان لازم المريض يكشف بدري ونقدر نعمل اختبارات اللازمه واختبارات جهاز النوم اللي نقدر نعرف منه مدى خطوره الوضع، ثم بعد كده بننتقل لبعض الفحوصات والاشعاعات وبنقدر نقيم في الاخر الحاله اذا كانت تستدعي علاج طبي او تستدعي علاج جراحي، او ممكن نستخدم الاجهزه الخاصه في التاقلم والتغلب عن هذا الوضع. لو ابتدينا بالعلاج الطبي، اهم حاجه في هذا الموضوع بيبقى غالبا تقييم الوزن بتاع المريض، وان احنا بتكون في اكثر من 60-70% من الحالات بنقدر نتغلب على هذا المرض والامر بالنزول في الوزن. والنقطة الثانية اللي هي الجراحات، بنقدر نعمل النهاردة جراحات حديثة جدا باستخدام أشعاعات التردد الحراري، بنقدر نعمل عملية توسيع وشد واسترجاع الحلق لوضعه الطبيعي، وكمان استئصال أي وجود لأنسجة لحمية زائدة عنه. في النهاية إذا كان المريض كل في بعض الحالات ما بيستجبش للخطوات الإجراءات اللي احنا ذكرناها، بيكون عندنا حلول من خلال أجهزة حديثة بتركب أثناء النوم. الأجهزة دي بيطلق عليها جهاز السيباب، وده ابتدى ناس كتير تتعرف عليه وبتستخدمه وبترتاح ليه جدا. ده بنستخدمه في حالات اللي احنا ما نقدرش نعمل فيها جراحات أو بيفشل فيها الطريقة الطبية. نتمنى الشفاء للجميع وشكرا.